طب صوت الحكمة رايحين فين بقى؟ لا انا يعني المفروض يعني ندخل في مرحلة اعمار الرياضة المصرية او تضميد جراح الرياضة المصرية او رفع سد الثقوب اللي حصلت والشروخ اللي حصلت في الكرة المصرية او في الرياضة المصرية، الكرة المصرية بشكل خاص والرياضة المصرية بشكل عام. لان احنا فعلا مرينا بمرحلة كانت مرحلة يعني مرحلة صعبة جدا، هي الاسوأ في تاريخ الرياضة المصرية واسوأ في تاريخ كرة القدم والاسوأ في ظهور بعض الشخصيات اللي شوهت زي ما انت بتقول كده الضمير الانساني من جوه، فاصبح عندنا ضمائر مشوهة. علينا يعني ان احنا نعمل من دلوقتي على اصلاح هذه الضمائر. الحمد لله ربنا كرمنا وبدأنا نتخلص من الجزء منها كبير جدا، علينا ان نبني على هذا الجزء، يعني ننزع التعصب، نشتغل على الأدب والأخلاق والقيم والتواتر وتقبل الآخر والمنافسة واحترام الآخر. يعني أنا لا أتخيل إن يعني ده احنا يعني حتى ديننا بيمنعنا، بيقول لك يعني لا شماتة في المرض ولا في الموت. يعني لما هتشمت في مرض واحد ممكن ربنا يجيبه فيك، ما أنت ممكن تبقى ماشي ورجلك تلف تحتك تتقطم، يعني ده ما ينفعش. يعني فإن الكلام ده يحصل أعتقد ده أمر غريب جدا وأمر غريب على قيمنا وأخلاقياتنا وديننا وتعاملنا. إن حد مثلا يشمت في إمام عاشور إن هو أصيب، وانا مش شايف ان امام عاشور ارتكب جريمه ولا ترك نادي الزمالك ولا عمل، الراجل مشي واتباع و الزمالك اللي باعه، نادي الزمالك اللي باعه، وحتى لما امام عاشور رجع وقرر ان يرجع راح لهم تاني وقال لهم انا عايز اجي لكم، هم اللي رفضوا ياخدوه. طب انت عايز منه ايه؟ يعني ايه اللي مطلوب منه في هذه؟ راح النادي وكل همك وكل مشكلتك ان هو راح النادي الاهلي، كل مشكلتك ان هو بيتالق وهيبقى اضافه ودعم كبير للنادي الاهلي. فهو يعني هو فرحان في النادي الاهلي اكتر ما هو فرحان في امام عاشور. بس اختلف يعني في حته ان هو راح لهم تاني، يعني هو على الاقل كان متاح. اه هو يعني كان متاح، هم اللي ما قدروش بالظبط. يعني وكان هو الراجل ما عندوش مشكله، ما عندوش مانع، ما عندوش مانع يعني ما اعلنش لا ما عندوش مانع نروح، بس هم قالوا ان احنا مش عايزينك لان احنا مش هنقدر ندفع الفلوس دي ومش هنرجع 3 مليون دولار اللي احنا خدناهم تاني. اللي هو اللي كان ماسك ملف الكره وقتها احمد حسام ميدو قال كده بالظبط، قال انه امام ما كانش عنده مشكله لكن الزمالك هو اللي كان عنده مشكله. فعلينا من الان ان احنا نشتغل على ده. وانا شايف يا استاذ ابراهيم ان موضوع التعصب اللي احنا وصلنا له ده، الحقيقه احنا وصلنا لمرحله صعبه جدا ومرحله سيئه جدا ومرحله يعني تهدد كتله الشعب المصري. يعني مش الكره هي اللي تفرقنا، يعني اصبح مثلا دلوقتي الواحد بعض بينظر للاهلاوي وللزمالكاوي ينظروا لبعض كانهم ديانات مختلفه. الاهلي وزك مش ديانات، مش مقدسات. يعني حب انت الاهلي، حب انت زيك، حب اي نادي، بس احترم الاخر، قدر الاخر، وتعامل بشكل شيك وشكل محترم وشكل مهذب وشكل مؤدب، واحترم قناعاته واحترم اخلاقياته واحترم النادي اللي فيها. مش كل هدفك في الحياه انك تشوه فيا، انا بحقق بطولات، مش كل هدفك انك تشوه بطولات عشان انت مش قادر تاخد بطولات. يعني فامور غريبه جدا. فيعني شايف ان المفروض نشتغل على ده من المدارس، انك يعني تزرع جوه الولاد الصغيرين اللي هم بيطلعوا ويشجعوا القيمه والادب واحترام المنافس والتشجيع المثالي والحاجات الكويسه اللي هي كانت قبل 30 سنه من دلوقتي، وكانت الناس محترمه وكانت الناس قيمه مع بعضيها وبتحب بعضيها، مفيش تعصب مفيش شماته في الحاجات دي. مستحيل حد يشمت في حد يا جماعه انه مرض او اصيب او كتر او جاله صليبي او حتى مات. يعني امور غريبه حقيقة. دي كلها من بقايا الفتره اللي فاتت. ده يعني من مخلفات الفتره المأساويه اللي احنا عشناها، ومخلفات كارثيه بتحتاج الى لوادر عشان ترفع الانقاض. عشان ترفع الانقاض.